المؤتمر الأخير للحزب الوطني وقف رجل الأعمال عضو الأمانة العامة وأيضا أستاذ الجامعة، وقف وسط مجموعة من رؤساء التحرير ويقول لهم حرام عليكم، خلوا الراجل يستريح، تعب، سيبوه يعيش سنينه الأخيرة في راحة من غير إزعاج. أستاذ الجامعة عضو الأمانة رجل الأعمال هو إبراهيم كامل. أما الراجل اللي كان مفروض إنه يستريح حسب كلامه هو حسني مبارك. شعار على الرئيس أن يستريح، الشعار ده بدأ من سنتين، قعد يطلع 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 لغاية ما بقى صاخب في الشهور الأخيرة من نهاية عام 2010. لكن السؤال، هل فعلا مبارك كان عايز يستريح؟ هل مبارك كان مستعد أن يكون رئيس سابق؟ خليني أبدأ وأقول أنه كان هناك خطة للتوريث كان عليها أن تبدأ في 1 مارس الماضي. يخرج مجموعة من الصحفيين الكبار ورؤساء تحرير الصحف الحكومية وبعض المحللين في القنوات يتكلموا على ضرورة التجديد والتغيير والتحديث، ويتكلموا على الرئيس اللي أدى دوره، ويتكلموا على الرئيس اللي يجب أن يراقب التطور والتغيير من بعيد. المجموعة دي كانت هي توصف بمجموعة التوريث، دي الخطة الأولى. الخطة الثانية أنه في 15 مايو على الرئيس حسب الخطة أن يخرج ويقول أنني لن أترشح لفترة رئاسية قادمة، ثم بعد شهرين يبدأ الحزب في ترشيح جمال مبارك. وطبعا كانوا جاهزين بمجموعة من الناس اللي فازوا في الانتخابات واللي لا يمكن هم يقدروا يقفوا قدام جمال مبارك. لكن برجع تاني وأسأل السؤال، هل مبارك كان مستعد أنه يتنازل ويبقى رئيس وزير رئيس سابق؟ أنا بقول لأ، مبارك واحد ما كانش هيقبل أن يكون رئيس سابق. 2، مبارك ربما بخبث الفلاح المصري كان كامنا في مكانه، وكان هيخرج ويعلن فجأة أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية، وكان عنده أسبابه. 1، أنه كان خايف ابنه يموت أو يتقتل. النقطة الثانية، أنه كان متأكد أنه قدرات جمال مبارك لا ترقى إلى إدارة بلد. 3، انه كان عارف كويس جدا ان موقف الجيش هو موقف صعب من ابنه. انا بعتقد ان عمر سليمان كان يعرف هذه التفاصيل، لكنه في الاربع سنين الاخيره ادرك ان جمال جاي فقرر انه يسكت على الاقل. لكن تفتكروا مبارك كانوا هيسيبوه يترشح لفترة رئاسية قادمة؟ لا أعتقد. هنا أقدر أقول وأنا مطمئن وأتحدى أن يكذبني أحدا ممن صنعوا هذه الخطة، أنه مبارك كان سيجري عليه انقلاب أبيض في القصر، بمعنى أن جمال والهانم وزكريا عزمي وكل الأطراف كانت هتجبر مبارك على أنه يخرج علنا للناس ويعيد كلام أنه سيعود من جديد إلى البيت وأنه لن يتواصل في ترشيح نفسه. دي خطة الانقلاب الأبيض، وهي خطة أعتقد أنهم وصلوا فيها إلى حد أن التوريث حالة من حالات الجنون يجب أن تتم ويجب أن تنفذ، لأن كل مصالح الأطراف اللي بتشارك في التوريث سواء كانت مصالح اقتصادية أو مصالح مالية أو مصالح نفسية كان يجب أن هم بإيديهم وأسنانهم يصروا على أن يأتي جمال مبارك، بل أنهم مهدوا لذلك بأنه تعاملوا مع جمال مبارك على أنه الرئيس القادم. يمكن في آخر سنة كان لما جمال مبارك بيكون موجود في اجتماع التليفونات بتطلع من اللي بيخشوا، والحراسة هي حراسة رئيس، والتفتيش تفتيش رئيس، وكان من الصعب جدا أن حد يصدق أن جمال مبارك مش جاي. كله كان متأكد أن هو جاي. الحاجة الوحيدة والملفتة للنظر
والمثيرة للدهشة إنه العنصر الوحيد اللي ما دخلش في حسبانهم هي إرادة الشعب المصري. لا مثقفينه ولا كتابه ولا مفكرينه ولا نجومه ولا فقراؤه ولا طبقاته الوسطى ولا أطباؤه كانوا في حسبانهم. كان هذا الشعب خارج حزبة التوريث. وربما العنصر الوحيد الغائب أو الفضيلة الوحيدة الغائبة هي إرادة الشعب، هي نفسها التي أسقطت مش بس جمال مبارك إنما أيضا أسقطت حسني مبارك. الدكتور إبراهيم كامل رجل أعمال ناجح جمعتني به أول لقاءات في سنوات التلمسة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو كان يدرس مع مجموعة متميزة أخرى في هذه الجامعة المتميزة اللي هي جامعة ميتشيغان، اللي كانوا الأكثر يسارية في ذلك الوقت، مش بس يساريين، يساريين على الطريقة الماوية الصينية. والأكثر تشددا في يساريته كان إبراهيم كامل. رعاني أولا بعد ما عدت إنه إبراهيم كامل أصبح رجل أعمال كبير ورجل أعمال ورأس مالي ناجح. كنت أداعبه، والعلاقة بيننا تسمح بهذه المداعبة، إنه إبراهيم إزاي يعني كنت اشتراكي وشيوعي ماوستي تونغ وبعدين يعني بقيت الوقت رأس مالي كبير. قال لي لا، أنا مخلص لماركسيتي. ماركس هو ذكي طبعا وقارئ قراءات جاهدة. قال الماركسية تتحدث عن أن وضعك الطبقي يحدد أفكارك وأيديولوجياتك، وأنا في أمريكا كنت طالب زيكم فقير، يعني يدوك مرتب البعثة بناخدها وهو يكفي لحد الكفاف. فكنت معه لما رجعت ووالدي انتقل إلى رحمة الله، اكتشفت أن احنا أغنياء. إبراهيم كامل كان أستاذ جامعي، كان درس في أمريكا وتعرف على أسامة الباز هناك وأصبحوا أصحاب من دراستهم في أمريكا. لما رجع يعني حاول يدرس في الجامعة، ولكن يبدو أنه ما كانش له تقل على التدريس. والده الله يرحمه كان متخصص في جمع زهور الفل وزهور الياسمين وجمعها وكبسها وتحويلها إلى عجينة. العجينة دي كانت بتتباع للاتحاد السوفيتي وبتتباع لدول أوروبية لعمل العطور. لما مات والده فشل إبراهيم كامل إنه يكمل الرسالة دي. كان له عند الاتحاد السوفيتي حوالي 150 مليون جنيه. كان في حاجة اسمها الصفقات المتكافئة، حاجة زي الحاجات العينية، يعني مصر عايزة فلوس من هنا والاتحاد السوفيتي عايز فلوس من هناك، ديون المصرية جرى تسديدها ببضاعة. وهنا طلع عدد كبير جدا من رجال الأعمال. كان بيجي المندوب السوفيتي بيقعد في الشيراتون، يعني يأكلوه ويدلعوه، ويعني حسب التعبير الشائع في مصر ويظبطوه. كانوا بيظبطوه، ظبطوه بكل حاجة. في المقابل يقدر ياخد منهم يعني أحذية لا تستخدم، يقدر ياخد منهم ملابس غير لائقة، وجرى تسديد الديون المصرية ببضاعة. كسب من وراها عدد من رجال الأعمال، ودي كانت بداية عدد كبير منهم في عالم البيزنس. كسبوا من خلال ان هم اخذوا الدمن هذه البضاعة من الحكومة المصرية. إبراهيم كامل كان واحد منهم. لكن إبراهيم كامل حس ان هو لا هينفع في العطور ولا هينفع في الجامعة، فراح جات له فكرة، وهي ان هو يعمل يشتري طائرات انتي نوف مقابل الفلوس اللي هو عايزها من بيع الزهور. اخذ طائرات الانتي نوف وركب لها محركات رولز رويس، وقرر انه يبيعها لايران او يديها لايران مقابل 900 مليون جنيه كانت ايران عايزاهم من مصر، وكانت مستعدية تتنازل عنهم لمصر. اخذ هو 900 مليون جنيه من مصر
وهنا في اعتقادي ان دي اول قطفة في البيزنس اخذها جمال مبارك. دي الشمة الاولى اللي اخذها فلوس من صفقة ابراهيم كامل، وبدأ الارتباط بين الاثنين مع بعض من هذه اللحظة. كونوا حاجة اسمها مركز الابحاث او مركز المصري للدراسات، ويعني الغطاء السياسي للعلاقات واللقاءات لجماعة التوريث. وهنا بدأت فكرة انه جمال مبارك يأتي وريثا او يصبح وليا للعهد. قدر ابراهيم كامل من خلال علاقته بأسامة الباز وبجمال مبارك انه يوصل لمبارك. مبارك كان غاوي طاولة، يعني اللي يلعب معاه طاولة يكيفه، وكتير من الأحيان كان ماتش الطاولة ده بيكلف الدولة 5 أو 6 مليون جنيه. يعني لو طلب حد إلى شرم، أو يعني لو كان في حد في شرم الشيخ وعايز يلعب معاه طاولة هناك، الحراسة والعربيات والطائرات والحراسة هناك والطائرات هنا، كل الهيلمان دون كان بيكلف الدولة 5 مليون جنيه. لعب الطاولة ب5 مليون جنيه. إبراهيم كامل كان فخور إنه بيلعب مبارك طاولة. لعبة الطاولة دي جابت لنا الكافية، لأن الديون اللي على إبراهيم كامل لدى بنك القاهرة وهي بالمليارات والفوائد متراكمة ما كانش بيدفعها، ما كانش عايز يدفعها. وعندما جرت تسوية الديون دي حصلت أغرب تسوية في الدنيا. قالوا إن شاء الله هو هيدفع، وبإذن الله هيدفع، وربنا سهل وهيدفع. ما دفعش غير مبلغ ضعيف جدا، واتشالت عنه الفوائد، وفي نفس الوقت جدولة الديون لم يسددها حتى قامت مظاهرات 25 يناير، وهنكمل القصة دي بعد كده. الراجل ماسك بإيده وأسنانه في التوريث، لأنه بصراحة شديدة جدا ما عندوش حل تاني، هيتفضح، ومعظم شركاته اللي عملها ما نجحتش، وكل ما يدخل في مشروع ما يكملش أو يفشل. عطوله تقريبا الساحل الشمالي كله، يعني عطوله 17,000 متر في قرية غزالة، وعطوله مطار العالمين، وعطوله يمكن 1 أو 2 مليون متر مربع في مناطق أخرى في الساحل الشمالي. يعني هيعملوا معاه أكتر من كده، كل ده عشان لعب الطاولة. طيب قدر يعمل حاجة؟ كل اللي عمله إن عمل قرية غزالة في الساحل الشمالي، والحقيقة يعني هي قرية كانت متحررة شوية لأن كان بيجيب سياح، والسياح بيتصرفوا على حريتهم كالعادة، وده حقهم على كل حال. أكتر من كده عشان يدوله قوة أو باور، خلوه رئيس جمعية مستثمري الساحل الشمالي. محمد إبراهيم كامل هو نقطة تقاطع في غاية الأهمية والخطورة بين نشاط الأعمال والنشاط الاقتصادي وبين عالم المخابرات وأحابيله السرية. محمد إبراهيم كامل على صلة وثيقة بعمليات صناعة السلاح وتجارة السلاح، فهو أيضا شريك في أحد شركات صناعة السلاح في إسرائيل بنسبة تقارب حوالي 5% من أسهم شركة أكور، وهي أحد شركات المهمة في صناعة السلاح في إسرائيل. حجم نشاطه يتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، ربما يقارب حوالي 15 مليار دولار. يعمل في أنشطة متعددة ومتنوعة، وهذا أحد علامات الاستفهام الكبرى، فهو رجل أعمال غير متخصص في مجال بعينه، لكنه تتنوع أنشطته، بما يضع أيضا علامات استفهام بشأن هل هذه الأنشطة أنشطة لها علاقة بأعمال ربما غير علنية. هناك 10 شخصيات، تحديدا 10 شخصيات لعبت دورا مهما في توظيف أموال الرئيس مبارك سواء داخل مصر أو خارجها في أنشطة متعددة. الرئيس مبارك وأسرته تحديدا، منهم السيد محمد إبراهيم كامل، وبالتالي لغز أموال السيد حسني مبارك وأسرته ليس فقط لدى حسين سالم، ولكن أيضا جزء كبير منه لدى محمد إبراهيم كامل. لما اختير موقع الضبعة، اختير بعد
أكتر من 5 سنوات من الدراسات والأبحاث وتحليل التربة وحركة الرياح والبحر وأماكن تخزين النفايات النووية. الدراسة تكلفت حوالي 400 إلى 600 مليون جنيه، يعني أي اختيار للموقع محتاج حوالي 4 إلى 5 سنوات ومحتاج من 450 إلى 600 إلى 700 مليون جنيه، يعني المسألة مش سهلة. لكن كان من سوء حظنا أن الضبعة جاية على أطراف قرية السيد إبراهيم كامل اللي هي قرية غزالة، والقرية دي بيسكنها يعني رجال أعمال مهمين ومرتبطين بالحزب الوطني وأيضا صحفيين كبار، ويعني من ثم حصل لهم انزعاج من أنه المفاعل النووي يكون جنبهم، مع أنه النهاردة المفاعلات النووية بلغت درجة الأمان إلى حد أنها أصبحت صغيرة ومكثفة ويمكن بين العمارات كما هو الحال في فرنسا. لكن إزاي نضايق الناس دول؟ إزاي نخليهم قلقانين على الأقل؟ فدخل إبراهيم كامل بكل تقله لأنه يمنع المفاعل النووي، وكان شعاره يا جماعة خلونا نبيع الأرض دي نكسب لنا 10-12 مليار نجيبهم، وقال يعني بفلوس اللي بنبيع الأرض نشتري بيها المفاعل ونموله. كلام يعني لا يجوز حتى من أستاذ جامعة، كما أنه لا يجوز كمان من راجل بينتمي الحزب الوطني وعايز جمال مبارك يدخل العصر حاكما ورئيسا. فبدأ إبراهيم كامل يجند حملة قوية جدا لمنع المفاعل النووي في الضبع. لكن بعد شوية في الحقيقة بعد حوالي 4-5 شهور كان حصل اجتماع من اجتماعات اللجان الخاصة بمجلس الشعب وبالحزب، وعلنا قال مبارك للمجموعة دي دون أن يكون فيها صحفيين: انسى الضبع يا إبراهيم، انسى الضبع يا إبراهيم. واحد من اللي حضروا الاجتماع ابن حلال بلغني، فكانت منشت من منشتات الجرنان: قبل أن يحسم وزير الكهرباء الأمر نهائيا بعد عدة شهور من النشر. لكن إبراهيم كامل ما يأس، جاب محمود الجمال حمى جمال مبارك، وجاب محمد عبد السلام المحجوب، وجابهم باعتبار ان هم اعضاء في جمعية مستثمري الساحل الشمالي، وجابهم وقعدوا وغداهم في قرية غزالة، وبعدين بطيارة خاصة خدهم عشان يفرجهم على مكان الضبعة ويقول لهم حرام ان احنا نهدر هذا المنظر يعني ساحر جدا. يعني باختصار كنا هنعمل مارينا تانية وهنعمل غزالة رابعة إلى آخر هذا الكلام. الحقيقة أن محمود الجمال لما أنا كتبت الخبر بتفاصيله، محمود الجمال اتصل بيا وقال لي: أنا جرى تضليلي، أنا لا ناقة لي فيها ولا جمل، وأنت عندك حق فيما نشرت ولم تخرج عن ما جرى. كلمت عبد السلام محجوب قال لي: أنا في الحقيقة يعني برضو جرى استخدامي باعتبار أنه ناصل بما رأينا نحن نقول تقرير يمكن يساند إبراهيم كامل. إبراهيم كامل قاد معركته الأخيرة، يعني حتى آخر لحظة حتى آخر نفس مصر. ساعة ما مبارك خرج للشعب ليلة الثلاث وقال إن هو يعني يريد أن يموت في مصر أو يدفن في مصر، كان إبراهيم كامل قبلها ب 24 ساعة بيكلم كل الناس بيقول لهم علينا أن نتجمع في ميدان مصطفى محمود. وقف جنبه عمر طنطاوي، وقف جنبه عدد من رموز الحزب الوطني بالتليفونات، وحدث انه كلام ان ياتي كافه اطراف المؤسسات والهيئات وييجوا يقعدوا في مصطفى محمود. ولو كان ابراهيم كامل سينجو من السجن في موقعه الجمل فلن ينجو من السجن في موقعه بنك القاهره. عليه ان يدفع عدة مليارات بفوائدها ولن يقدر على ذلك، ومن ثم هيكمل المدة دي كلها حبس، هيدفع كل اللي عليه مصاريف في السجن.